أكدت الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال القمة العربية الثانية وثلاثين أكدت على تأييد مملكة البحرين لكل جهد يحقق السلام والاستقرار والرخاء ورحب جلالة الملك المعظم خلال القمة بالبوادر المبشرة لبلورة نظام اقليمي متجدد ومتوازن من خلال حلول لملفات عربية واقليميه. كلمه جامعه حملت قيم مملكه البحرين ورؤيتها التي خطها جلاله الملك المعظم حفظه الله ورعاه التي تراعي مصالح الوطن العربي وشعوبه ففي القمه العربيه الثانيه والثلاثين التي عقدت العام الماضي وجه جلاله الملك المعظم خلالها رسائل ودعوات تؤيد كل جهد يحقق السلام والاستقرار والرخاء. لنجدد العزم ولنواصل مسيره العمل العربي المشترك. بإرادة حرة وتصميم ذاتي وبروح التضامن الجماعي المخلص كي نؤسس للاستقرار والرخاء والوئام. الذي لا بد ان تنعم به شعوبنا وسبيلنا لتحقيق ذلك نهج السلام العادل والشامل وهو نهج لا بديل له لمعالجه كافه القضايا العالقه لضمان الامن والاستقرار والمصالح الحيويه لازدهار دول المنطقه دون استثناء القمة أوضح فيها جلالته أيده الله العديد من الجوانب التي حرص على إبرازها تأكيدا لكونها تندرج ضمن رؤى مملكة البحرين، حيث رحب جلالته بالبوادر المبشرة لبلورة نظام إقليمي متجدد ومتوازن من خلال وضع حلول لملفات عربية وإقليمية، كما أكد جلالته على أن التاريخ العريق والقيم والثروات البشرية والموقع الاستراتيجي والموارد الطبيعيه المتنوعه هي اساس ستتمكن الدول العربيه وعبر تعزيز التكامل العربي من خلالها من مواكبه حركه العصر ولان المحيط العربي جزء من الكل اكد ايده الله اهميه تجديد الشراكات الاستراتيجيه مع الدول الحليفه والصديقه والتصدي للارهاب ووقف الحروب وتهديدات اسلحه الدمار الشامل تحقيقا للازدهار الذي تكون محصلته منطقه مستقره تزدهر في محيطها قيم التعايش الانساني والتقارب الديني والحضاري جلاله الملك المعظم وكعادته في خطاباته وكلماته الساميه دائما يشمل العديد من الجوانب المختلفه لينقل رساله مملكه البحرين ليس الى الوطن العربي فحسب بل الى العالم اجمع